يعني هذا الذي قاله أي قائل، سواء كان مقلدا أو عاميا أو إنسانا لا تعرفه، إنسان فجأة في المجلس قام واعترض اعتراضا أو سأل سؤالا أو استفسر استفسارا، ماذا تفعل؟ تقول له اجلس؟ تقول له تفضل، لكن طبعا ضمن الأداب العلمية الممنوحة غير الممنوعة، فيتكلم. يقول شيخ الإسلام سمع ذلك منه، نفسح له المجال، فقبل ما تبين أنه حق نقبله حتى لو كان صغيرا، حتى لو كان مجهولا لا يعرفه أحد، لأن الحجة بالقول لا بالقائل، كما أننا نرد قول القائل ولو كان كبيرا إذا خالف الحجة، فإننا نقبل قول القائل ولو كان مجهولا ولو كان صغيرا حقيرا إذا كانت معه الحجة. الحجة هي النور الذي تتوجه إليه القلوب والعقول. ورد ما تبين أنه باطل نرده بالتي هي أحسن التي أقوى، ووقف فيما لم يتبين فيه أحد الأمرين، لم يظهر لنا أنه حق ولا باطل، أنه صواب أو خطأ، ماذا نفعل؟ نتوقف، لا نتكلم فيما لا نعلم ولا نخوض فيما لا ندري. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شفاء العي السؤال، شفاء العي السؤال، وهكذا نسأل ونبحث ونستفيد حتى نفيد. أما أن نرد مسألة لأننا لا نعرفها، هذا ليس من المنهج العلمي في شيء.